سيبقى العالم مليئا بالأسرار التي مهما ظن البشر أنهم عرفوها سيظلون كمن يحاول قبض الريح. فالعالم والكون لديه دائما الكثير من الأسرار التي سيظل البشر يتعرفون على جزء بسيط منها مهما زادت التكنولوجيا والتقدم. اليوم سنعرض لكم بعض الاكتشافات التي توصل إليها البشر في السنوات الأخيرة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. ضباب الكوبرا. كان هذا اسما رمزيا تم إعطاؤه لمحطة رادار تجريبية في ميناء فورنيز في إنجلترا. كان هذا النظام جزءا من مجموعة رادارات التي قدمت مراقبة بعيدة المدى وتم تشغيلها من قبل الولايات المتحدة، وكان من المفترض في الأصل تركيبها في تركيا، ولكن على ما يبدو لم يتفقوا تماما مع هذه الفكرة وكان عليهم نقل المشروع إلى المملكة المتحدة. تمكنوا في إنجلترا من تقديم إطلالة رائعة جدا على معظم أوروبا الشرقية. تم بناؤه في أواخر الستينيات، وحتى عام 1970 كان النظام جاهزا ليتم تشغيله لأول مرة. وعلى الرغم من أنه كان حسب تقدير الكثيرين مشروعا ناجحا، تبين أنه مليء بمشاكل الضوضاء. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لم يتمكن أحد من اكتشاف مصدرها أو كيفية إصلاحها. بعد بذل الكثير من الجهد في النهاية انتهى المشروع وتم إغلاقه في عام 1973 دون اكتشاف أسباب الضوضاء، حتى بعد استخدام الهوائيات من قبل BBC حتى عام 2011. برامج التجسس. كشف باحثون في شركة الأمن السبراني الأمريكية أن بعض الحكومات أطلقت حملات مراقبة إلكترونية ضد المواطنين ومستخدمي الهواتف الذكية من خلال توزيع تطبيقات لمكافحة فيروسات كورونا والتي تعمل بمثابة برامج تجسس. وفقا للشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، فقد استخدم قراصنة 71 تطبيقا ضارا جديدا على أجهزة الأندرويد من خلال استغلال جائحة فيروس كورونا. فتسمح هذه التطبيقات لأجهزة المخابرات الحصول على الموقع الجغرافي للمستخدم والرسائل والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وحتى جهات الاتصال. إذا كان جهازك مصابا وهناك شخص يراقبك لأنك منشق أو ثائر أو صحفي، فسيعرفون الآن مع من تتحدث وإلى أين تذهب ومع من تلتقي. هذه الحملة المستمرة استخدمت مجموعة متنوعة من أسماء التطبيقات، وكما هو الحال مع أي حدث سياسي أو اقتصادي أو صحي كبير، فإن الأزمة الجديدة تمنح الجهات الفاعلة شيئا جديدا يمكن استغلاله لإصابة الناس بالبرامج الضارة. الحرب العالمية الأولى. استخدمت الأكواد والشفرات أثناء الحرب العالمية الأولى بشكل مكثف، وقد أدى تمكن استخبارات البحرية البريطانية من فك شفرة برقية زيمرمان إلى دخول الولايات المتحدة الحرب. استخدمت الجيوش الميدانية لمعظم الدول المتحاربة كالجيش الأمريكي والبريطاني والفرنسي والألماني ما سمي بشفرات الخنادق في الحرب العالمية الأولى. كانت معظم الأكواد شائعة الاستخدام، كانت مجرد أكواد استبدالية بسيطة. أما الرسائل الأكثر أهمية فقد كان يستخدم فيها التشفير الرياضي لمزيد من التأمين. تطلب استخدام هذه الأكواد توزيع كتيبات شفرة على العسكريين، وقد كانت هذه الكتيبات نقطة ضعف أمنية لأنها كانت معرضة للسرقة أو الاستيلاء عليها من قوات العدو. كانت القوات المسؤولة عن فك الشفرات في بريطانيا كلا من الغرفة 40 التابعة للمخابرات البحرية والمكتب الأول MI1 التابع للاستخبارات الحربية. في البرقية التي تم اعتراضها وفك شفرتها من قبل المخابرات البريطانية وبالتحديد من قبل الغرفة 40، أصدر زيمرمان تعليمات لسفيره في حالة اندلاع حرب ألمانية مع الولايات المتحدة بتقديم مساعدة مالية كبيرة جدا للمكسيك إذا وافقت على دخول الصراع كحليف لألمانيا،
كما وعدت ألمانيا باستعادة الأراضي المفقودة في تكساس ونيو مكسيكو وأريزونا للمكسيك. أرسلت وزارة الخارجية على الفور نسخة من برقية زيمرمان إلى الرئيس ويلسون الذي صدم بمحتوى المذكرة، وفي اليوم التالي اقترح على الكونغرس أن تبدأ الولايات المتحدة في تسليح سفنها ضد الهجمات الألمانية المحتملة. كما أذن ويلسون لوزارة الخارجية بنشر البرقية وظهرت على الصفحات الأولى للصحف الأمريكية، وأصيب العديد من الأمريكيين بالرعب واعتقدوا أن البرقية مزورة، ولكن بعد يومين أعلن زيمرمان نفسه أنها حقيقية جدا. زيارة الفضائيين. يعتبر مؤيدو الصحون الطائرة حادثة مدينة فورونيج الروسية أهم دليل على زيارة الغرباء لكوكب الأرض واللقاء المباشر معهم. كان تاريخ هذه الحادثة يوم 27 من سبتمبر عام 1989، حيث شاهد عدد من الأشخاص في إحدى حدائق المدينة نزول شيء ما يبدو كطبق طائر، وقد اجتمع حوله حشد من المتفرجين مندهشين لما يحدث أمامهم. فجأة توهج الجسم بالضوء الأحمر الداكن، وخرج منه كائن آلي بطول 9 أقدام، وأحد الأطفال صرخ عالياً مما أثار انتباه الكائن الذي أخذ جهازاً مثل المسدس وأطلق النار على الفتى الذي قتل لحظتها. حالة من الخوف والفزع أصابت الجميع واضطروا للهروب بسرعة، وبعد ساعات حضرت الشرطة وعلماء فحصوا المكان فوجدوا تركيزاً عالياً جداً لنظائر السيزيوم 133 في منطقة هبوط الجسم الفضائي وأياً كان، وظلت هذه القصة بدون تفسير مؤكد حتى الآن. رادار دوغا. تعتبر عاصمة أوكرانيا كييف مكاناً رائعاً جداً للتمتع بالطبيعة، ولكنها تتمتع أيضاً ببعض الآثار المعمارية التاريخية القديمة مثل منطقة تشيرنوبيل المحظورة التي بنيت في عام 1986، أي بعد أول كارثة نووية بعثت بإشعاعات حول قارة أوروبا. بدأت المنطقة منذ عام 2011 بجذب أنظار السياح، إلا أن غابات المدينة خبأت بين أغصانها تاريخاً للحرب الباردة، ولكن بطابع غريب ومخيف جداً. من أهم الأسرار هناك رادار دوغا، وقد حير الكثيرين هذا المجسم الضخم والذي يبدو كجدار كبير عن بعد، ولكن هو في الحقيقة مبنى كبير وهائل مصنوع من مئات الهوائيات الضخمة والتوربينات. بدأت عملية بناء رادار دوغا عام 1972 عندما بدأ العلماء السوفيتيون بدراسة الأساليب لتفادي التهديدات الصاروخية بعيدة المدى، وابتكار طريقة لمبنى مراقبة ضخم بإمكانه رد إشارات الأيونوسفير لتخطي منحنى الأرض. وبالرغم من كبر المشروع، إلا أن العلماء افتقروا إلى أسلوب فهم طريقة عمل الأيونوسفير، مما أدى إلى فشل المشروع قبل بنائه. كانت المرافق الأكثر سرية محمية بسلك من الحماية العالية، إذ قامت القيادة السوفيتية بإعطاء المناطق ألقاباً مزورة لتحيير الأعداء. وكان رادار دوغا يبدو على أنه معسكر للأطفال، حيث أضيف للموقع موقف حافلات ودمية من الألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980. أثارت الأصوات التي أصدرها الموقع ذعر وشكوك بعض الناس في عام 1976، إذ قال البعض أن الهدف من المبنى هو التحكم بالمناخ، في حين ظن آخرون أن الإشارات الروسية تستطيع تغيير تصرفات البشر وتدمير خلايا الدماغ. ويبقى الغرض وراء بناء رادار دوغا مجهولا حتى الآن، رغم كل النظريات المختلفة المتعلقة بالمكان وقصصه المختلفة. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم الأوفياء، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.